أي عيد بيصادف 70 يوم بعد الفطر؟ أضحى. صح. وين ولد النبي محمد؟ مكة. صح. كم ركن من أركان الإسلام فيه؟ كم ركن بالإسلام خمسة. فيه؟ صح. بأي يوم بيتوجه الحجاج لمشعر منى؟ وقفة. وقفة يعني يوم التروية. كم سورة فيه بالقرآن الكريم؟ 114. صح. شو أول سورة بالقرآن الكريم؟ الفاتحة. صح. مين السيدة الوحيدة اللي لها سورة بالقرآن؟ مريم. صح. أي عيد فيه بآخر شهر رمضان المبارك؟ فطر. صح. شو اسم الفريضة اللي بتقتضي إعطاء المال للفقراء؟ زكاة. من أي سورة مأخوذة ومن شر حاسد إذا حسد؟ الفلق. صح. شهادة مين بتم إحياء ذكراها بعاشورة؟ الإمام الحسين. صح. شو المتعارف عليه بأنه ثالث الحرمين الشريفين؟ قدس. المسجد الأقصى. صحيح. الهجرة النبوية صارت من مكة لأي منطقة؟ يثرب. صح. بأي سنة هجرية نحن اليوم؟ 1442. 1441. شهر رمضان المبارك هو أي شهر بالترتيب بالسنة الهجرية؟ تاسع. برافو. كل الإجابات صح. برافو. برافو. هيدي لإلك. هي أول مرة كتير بتاريخ البرنامج.